حاجات كتيرة حيرت العلماء لسنين طويلة وأسئلة تحتاج لإجابات، وبالرغم من التقدم العلمي الكبير اللي وصلنا له إلا أننا عاجزين عن إجابة الكتير من الأسئلة المثيرة والغامضة والمدهشة في نفس الوقت. لكن في 12 يوليو اللي جاي بعد أقل من يومين من النهاردة هتنشر وكالة ناسا أول صور بالألوان يلتقطها التلسكوب الفضائي العملاق الجديد جيمس ويب، واللي هتغير نظرتنا عن الكون 360 درجة. يا ترى الصور دي هتكون عن إيه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والنهاردة احنا في يوم مبارك وقفة عرفات الله، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. من 6 شهور فاتوا أطلقت وكالة ناسا مع شركائها أكبر وأغلى تلسكوب فضائي في التاريخ، كلفها 10 مليار دولار علشان نستكشف الفضاء ونجاوب على الأسئلة الكبيرة اللي حيرت العلماء لقرون طويلة. احنا سعداء الحظ فعلا علشان أصبح دلوقتي عندنا قدرات علمية وتكنولوجية وهندسية عظيمة جدا تخلينا نقدر نستكشف بشكل أفضل كتير حتى من زمن تلسكوب الفضاء الكبير بتاعنا اللي اسمه هابل، اللي لسه شغال بالمناسبة لغاية دلوقتي. ربنا يحميك يا هابل يا أخويا ويحافظ عليك. لو قررنا الصور اللي هتجيلنا من جيمس ويب والصور اللي شفناها على مدار الكام سنة اللي فاتوا لتلسكوب هابل الشهير، إن ممكن نقول إن تلسكوب هابل وزميله من التلسكوبات التانية كانت بتبحث وكأن في فتحة صغيرة في الأوضة المغلقة اللي احنا فيها، ومن الفتحة دي نقدر نشوف الكون والعالم بره. يبقى ازاي تلسكوب جيمس ويب الجديد كأنه شباك كبير انفتح في الأوضة دي علشان تقدر تشوف بشكل غير معقول وبشكل أكبر بكتير مما كنا بنستكشف بيه قبل كده. الصور الأولى الأخبار بتتكلم عنها على إنها عظيمة جدا ومدهشة وستلهب حماس العلماء والمحبين للعلم وبالأخص علوم الفضاء والفلك. من 6 شهور منذ اطلاق الصاروخ اللي حمل التلسكوب للفضاء، التلسكوب بيستعد من وقتها علشان يبدأ العمل بعد رفع الدرع الواقي من حرارة الشمس، لأن التلسكوب لازم يكون في درجة حرارة منخفضة جدا. تلسكوب جيمس ويب هو أقوى التلسكوبات اللي اتصنعت حتى الآن. توماس زوربوكين اللي بيقود الفريق العلمي لناسا اللي مسؤول عن إدارة التلسكوب قال الأسبوع اللي فات إن الصور المطلوبة من جيمس ويب كتيرة جدا، وأهمها تم التقاطها بعض الأيام اللي فاتت، وهتعرض إن شاء الله الأسبوع القادم بالتحديد يوم الثلاث الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق أمريكا والساعة 4:30 عصرا بتوقيت مكة. وأكد المسؤول في ناسا إن الصور دي هتعرض أعمق صور تم تصويرها ورصدها للكون السحيق وأعماق الكون. ده بيخلينا نبص للكون بنظرة مختلفة تماما عن قبل كده. تخيل لما ترصد في السماء شبكة الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية، طبعا هيكون صعب جدا رصده، لكن بالأشعة تحت الحمراء وبالإمكانيات الكبيرة لجيمس ويب هنقدر نتعرف أكتر على الظواهر الجوية للكوكب البعيد ده، وبالتالي هيساعدنا في معرفة إمكانيات وجود مصادر للحياة على الكوكب ده من مياه وغيره وبصمات لجزيئات ثاني أكسيد الكربون والأوزون. بام ميلوري نائبة مدير وكالة ناسا قالت إن الصور الأولى دي أدهشتها بشكل كبير، وأكدت إن حزمة من الصور الملونة بالكامل هتعرض إن شاء الله في المؤتمر الصحفي العالمي ده. أما كلاوس بونتي بيدون فقال إن الصور ديت اللي هتتعرض يوم الثلاثاء القادم كل واحدة منها هتعرض جانب مختلف من عالم الأشعة تحت الحمراء بتفاصيل وحساسية للأطياف غير مسبوقة. وبيل نيلسون مدير ناسا قال إن من ضمن الصور الأولى هنشوف اندماج سينمائي عالي الدقة بين مجرتين، والاصطدام المروع دوت والهائل ده بكافة التفاصيل هنشوفها في الصور الجديدة. وعلشان نعرف الأهمية الكبرى لعملية الاصطدام ديت، إن الاصطدامات الكبيرة بين المجرات هي اللي بتنشأ عنها النجوم الجديدة الوليدة واللي بتكون مبدأ الحياة بعد كده، بل كمان هي اللي خلقت المجرات الحديثة نسبيا وهائلة الحجم. النظرية القديمة بتقول إن المجرات الأولية كانت صغيرة وخافتة لغاية ما حصلت التصادمات الكبيرة دي وتشكلت المجرات الحديثة هائلة الحجم دي. مش عايزك بقى تبص لفوق قوي كده وتقول انك هتشوف تفاصيل الانفجارات، او الافضل تقول الاندماجات في صور جيمس ويب اللي جاية، لان الموضوع اعقد بكتير من الكلام بتاعنا ده. لكن من المؤكد اننا هنشوف صور جميلة جدا ومبهرة لموضوع الاندماجات المجرية دي. استمتع بقى. جونسون جاردنر نائب مدير مشروع جيمس ويب قال إن موضوع التصادمات المجرية الأفضل نقول عليه الاندماج بين المجرات، لأن مش بيحصل انفجار بالمعنى المفهوم، إنما بيحصل اندماج وتلاحم وتداخل الغبار والغاز والنجوم بين المجرتين، بيعملوا حاجة اسمها بالإنجليزي سبلوش. يا مجرات يا راي أنت. تصادم صحب الغاز بين المجرات ديت زي ما قلنا بيكون ويشكل النجوم الوليدة دي، وده اللي هيكون المهمة الكبيرة لتلسكوب جيمس ويب في السنة الأولى بتاعته، معرفة ولادة النجوم في أعماق الكون السحيق. هنشوف دورة حياة النجوم من ولادتها وتكونها وتحولها بعد كده للشيخوخة والموت، وكنا اتكلمنا في فيديو السديم قبل كده عن تكون النجوم داخل
الصدم ديت والسحب الكونية ديت، وازاي الغاز والغبار بيشكل مع الزمن والحرارة النجوم الوليدة دي. صراحة من الحاجات المبهرة حقا واللي احنا منتظرينها من جيمس ويب خلال الفترة اللي جاية هي تحليل الطيف الضوئي لأكثر من 500 عنصر كيميائي موجودين في دفتر البحث الخاص بالتلسكوب الجديد. لازم جيمس ويب يرصد الأطياف دي في الكواكب الخارجية القريبة منا عشان نعرف هل في سكان معانا في الفضاء. ما هو مش معقولة بقى احنا قاعدين نبرطع لوحدنا في الخلل الكبير ده. ومن ضمن الصور الأولى هنشوف مشهد جذاب ورائع ومخيف في نفس الوقت لنجم عملاق يحتضر وبيعمل ألعاب نارية رائعة في الفضاء. أكيد الصورة دي هتكون مبهرة خاصة للي بيحبوا يلعبوا بالألعاب ديت في الأفراح عندنا هنا على الأرض. النجم المحتضر ده حاجة مهمة جدا في الكون، لولا النجوم الأولية أو النجوم الأجداد ممكن نطلق عليها الاسم ده مثلا، لولاها ما كناش اتخلقنا، لأنها هي اللي بتساعد في تكون المجموعات النجمية في المستقبل اللي هي بتكون أكثر استقرارا واللي بيكون فيها إكسير الحياة اللي احنا عايشين بيه. معظم العناصر الثقيلة في الكون زي الزنك والحديد والفضة والذهب اندمجت بفعل الانفجارات النجمية الهائلة ديت مع عناصر أخف مهمة جدا للحياة زي الأكسجين والكالسيوم والصوديوم. وكل المكونات ما كانتش هتندمج إلا في درجات حرارة عالية جدا، أفران كونية عملاقة زي النجوم الكبيرة دي اللي بتحتضر، لكنها في الحقيقة بتمدنا بالحياة من بعدها وكأنها بتضحي علشان نعيش في العالم الغريب والعجيب ده. كل ده والتلسكوب لسه بادي يشتغل من أيام، وتحديدا يوم 21 يونيو اللي فات، لدرجة إن أحد العلماء المشاركين واسمه توماس زاربشون بكى أول لما شاف الصور العجيبة دي وقال إنها لحظة عاطفية وإنسانية كبيرة جدا إنك تشوف الطبيعة والكون بيطلق ليك بعض أسراره. فعلا كلام جميل. كل ده بيزود إيماننا بأننا مخلوقات ضعيفة في هذا الكون الهائل الحجم، وبيخلينا مهما علينا متمثلين في الآية اللي بتقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير، وابقوا اكتبوا لنا في التعليقات إيه توقعاتكم بخصوص الصور ونفسكم تلسكوب جيمس ويب يكتشف لينا إيه ويصور إيه. ومنتظرينكم يوم الثلاث القادم مع حلقة ليلية جميلة نشوف فيها الصور اللي اتعرضت في المؤتمر المنتظر. نشوفكم إن شاء الله يوم 12 يوليو القادم 2022 على قناتنا انفوسفير ولاف معلوماتي مع محمد فهمي سليم. السلام عليكم.